اهلا وسهلا سيداتي سادتي انساتي، ازيكم شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح، خلينا نخش في الموضوع على طول. وجه ميعاد اخر فيديو معانا في سلسله الجيمنج هيدسيتس اللي استمرت لاكثر من شهر، وده نتيجه ان انا بنزل فيديو اساسي كل جمعه الساعه 3 العصر 2 العصر او مبقوش العصر بقى 2 الظهر مثلا، وشويه شورتس كده في كروس الاسبوع بتفرفش الدنيا. فتابعوني واشتركوا في القناه واعملوا لايك للفيديو ده، واعملوا لايكس للفيديوهات اللي فاتت كتير قوي كتير قوي فعلا. اعملوا لايكس كده، خشوا اعملوا لايكس. انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ ماشي. واخر سماعه اللي معانا دي هي الكي 41 من تكنو زون، الوكيل بتاعها هو كومبيو ستيشن. سيب لكم اللينك بتاع كومبيو ستيشن تحت في الديسكربشن عشان تشتروا اي من الاربع سماعات الموجودين الخطيرين اللي ورايا دول بشكل حلو قوي وبسعر كويس جدا جدا جدا، واهم من كده هو ضمان سنه كامله على اي حاجه من الحاجات دي ضد عيوب الصناعه، وحاجه كمان كاستمر سيرفيس 24 ساعه تقدروا تتكلموا في اي وقت، حاجه خطيره جدا مش موجوده في براندات كتير تانيه. خلينا بدون مقدمات كتير كده نقسم الريفيو الى اجزاء ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج للسماعه اللي اسمها الكي 41. الكي 41 يا جماعه من كتر ما الديزاين حلو وشيك واللون بتاعه مميز جدا جدا جدا، حطوا الجزء ده باللون الشفاف او البلاستيك يعني عشان يبين التصميم الرائع اللي موجود فيه. كي 41 البوكس بتاعها صغير ولكن يحير، فعلا يحير. بيكون موجود من قدام ان هي هتكون ار جي بي، والمفس او المخدات بتاعتها بتكون مريحه جدا، والمايكروفون بتاعها بيكون بيلت ان وبيكون اتش دي، الصوت بتاعه نقي قوي، الناس اللي قدامك هينبسطوا بيه. وكمان الجاك بيكون 7.1، الفيرجن بتاعه بيكون من افضل الفيرجنز بتاعت السماعات دي. وكمان فيها شويه سبيسيفيكيشنز من ورا هنشوفها كمان شويه، وبيفكركم ان هي جيمنج هيدسيت فخمه. هنشوف بقى ايه اللي جوه البوكس. يلا يلا، ايه الشكل الحلو دي؟ تعالي كده اهي، اللهم صل على النبي. تصميم خطير، لون رائع، الميكس ما بين الرمادي والابيض فليكسيبيليتي حلوه جدا، والماتيريال حلوه ومريحه، مش هتحس باي مشكله فعلا لما تلبسها. خلي كده البسها، الله يا جماعه محكمه وحلوه وممتازه، واعتقد التصميم بتاعها حلو قوي. ومجرد ان انا ما بركب اليو اس بي 7.1 دي هتحسوا بنويز كانسليشن هيحصل جوه. النويز كانسليشن هيشتغل يا جماعه بجد، فعلا الايفكت بتاعه حلو قوي، وتحس فعلا ان انت بتسمع حاجه حواليك، وفي نفس الوقت مفيش اي تسريب صوت سواء من جوه لبره او من بره لجوه. وهنجرب كل الحاجات دي مع بعض. الماتيريال والتصميم زي ما قلت لكم حلو قوي، الالوان حلوه قوي وخطيره، الماتيريال بتاعت المفص دي او بتاعت المخدات حلوه قوي مريحه، وكمان اللي هنا مش على البلاستيك على طول، وبالتالي حاجه كويس. وكمان عندي هنا نظام للصوت، وكمان الار جي بي اللي هنا بشكل حلو قوي بتصميم معدني او بلاستيكي على شكل معدني بالوان ار جي بي حلوه قوي بتتغير باستمرار. الماتيريال مريحه جدا، والحته دي بتكون حلوه قوي، وهي ثابته اصلا على الودن من غير اي حاجه. السلك بيكون مميز وبيكون من البلاستيك المقوى بشكل حلو قوي، وفعلا حاسسكم ان انتوا لابسين حاجه بريميوم في ودنكم. المايك بيكون بيلت ان، بيكون صغير كده مش طويل قوي، وده ممكن يكون الحاجه الوحيده اللي انا مقلقاني شويه في صوت المايك، ولكن انا استخدمته ومحدش اشتكى من الصوت. بالنسبه بقى للسراوندنج وال3 دي فهو محكم على الودن، وبالتالي العزل كويس قوي سواء من بره لجوه او من جوه لبره، هنجربها كمان شويه. وكمان السراوندنج او الصوت المحيطي 360 ممتاز قوي قوي قوي، فعلا ما فيهوش اي مشكله، وبتحس باي حد جاي وراك جاي من جنبك بالتحديد قوي، عشان لو انت بتلعب العاب حرب وحاجات كده قتاليه جامده مش هتحس باي مشكله، ومفيش طبعا ديلي خالص في الواير هيدسيتس دي خالص. والحته دي مميزه قوي الصراحه، يعني مفيش اي فرق ما بين اللون والبلاستيك نفسه او المعدن اللي موجود هنا ده، ودي حاجه حلوه انا مبسوط بيها جدا فعلا. انا مشغل دلوقتي هاي بيز اغنيه تحفه يا جماعه، وهنشوف العزل برضو الداخلي الخارجي والخارجي للداخلي. بصوا اعتقد مش سامعين اي حاجه صح؟ طب بصوا لو كده البيز خطيره يا جماعه، تحفه بجد، شكلها في الضلمه حلو قوي. تعالوا نشوف بقى الايه السراوند، هل هيكون كويس ولا لا؟ الصوت عالي قوي، خطير، تمام، حلو قوي،
خطيرة ممتازة في ألعاب الضرب وفي ألعاب اللي أنت هتشوف بالظبط وهتعرف مين اللي جاي من وراك. باك تحفة، بتعرفها من اللي بيعمل الصوت وان هو ورا بيبقى حلو قوي. الليفت كويس قوي. بص بقى دي خطيرة أكنها معدية من فوقيك كده بالظبط، بجد تحفة تحفة تحفة. الكي 41 البتاعة بتتهز يا جماعة، البتاعة بتتهز. بالنسبة للابلكيشن، فابلكيشن سهل وبسيط وسلس، تقدر انت تستخدمه وتنزله عن طريق اللينك اللي هسيب لكم تحت في الديسكريبشن. وخلينا نشوفه مع بعض ايه المشاكل اللي فيه وايه الحاجات اللي ممكن تتضاف وايه المميزات اللي فيه في التحكم فيه. 41 انا بوصلها اهو عشان خاطر اعمل له انستول للابلكيشن، وتقريبا كده اتعمل له انستول. الكي 41 قريبه جدا من الابلكيشن ده، هتلاقي ان انا بتحكم بمنتهى السهوله من هنا، واتحكم من الاصوات والايكو بالمنظر ده من هنا بمنتهى السهوله. حلو قوي الابلكيشن، سهل وسلس، طبعا يفتقر الى حاجات كتير قوي، ولكن هو ده يعني انت مش تحتاج اكتر من كده، فما فيش اي مشكله فيه. كده نكون خلصنا الريفيو، خلينا نعمل ريكاب سريع كده، ايه الحاجات المميزه اللي موجوده هنا وايه الحاجات اللي مش قد كده. بالنسبه للماتيريال والبلاستيك اللي موجود هنا والمعدن الوايرز اللي موجوده هنا والبلوكات اللي موجوده ودي، فالخامات حلوه قوي وفليكسبل ومريحه على الودن، فعلا مش هتحس باي مشكله فيها وانت لابسها لساعات طويله. وكمان الجزء اللي هنا بيكون مريح قوي، المخدتين اللي هنا دول، وكمان المخده اللي جوه خالص دي بيكون مريحة برضو بشكل حلو. كان عندك هنا زرار للصوت والار جي بي اللي هنا يغير النمط بتاع الاضاءة بشكل حلو قوي زي ما انتم شايفين. كمان المايك هنا بشكل شيك قوي وبلت ان، ولكن العيب ان هو مش طويل قوي يعني مش واصل للبق، ولكن اعتقد مش هيسبب لك مشكلة يعني في وضوح الصوت. واعتقد كمان ممكن الحتة دي كانت تكون اجمد شوية، يعني ما تكونش فليكسبل قوي كده عشان خاطر تمسك شوية، ولكن انا مش واجه اي مشكلة في العزل وفي ان هي ماسكة نفسها برضو بالرغم ان هي لوز شوية. ماتيريال حلوة، لون حلو قوي، تصميم تحفة، والميكس كمان ما بين الابيض والرمادي عامل شكل حلو قوي وهتنبسطوا فعلا لما تلبسوها. خلينا برضو نشوفها في الضلمة بيكون عاملة اهو. ايه رأيكم يا جماعة؟ اعتقد شكلها شيك قوي واكثر من رائع، واللون الابيض اصلا لوحده من غير ار جي بي من غير اي حاجه فهو حلو قوي، والسلك حتى شكله رمادي ممتاز حلو قوي. خلينا نفتح النور مره ثانيه وبس كده. يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش ان انتوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للفيديو ده وللشانل دي، ولو عايزين تشتروها هتلاقوها عند كومبيو ستيشن.